يقول: لدينا أخ مختل عقليا، فهو يعتدي أحيانا على والديه وإخوانه بالضرب، وأحيانا نقوم بتهدئته أو نربطه ونحبسه كي لا يؤذينا، هل علينا في ذلك إثم؟ ليس عليكم في هذا إثم، إذا منعتم ضرره بربط أو بأي وسيلة تمنع يعني الضرر على الناس أو على إخوانه من غير أن يكون في هذا تعذيب له. أما إذا كان فيه تعذيب له فلا يجوز تعذيبه، أما إذا كان أنه يمنع بدون تعذيب بربط أو وضعه في مكان يغلق عليه ولا يتضرر ما في بأس، يدفع ضرره ولا يتضرر هو. نعم.